على التليفون معي المحترم وزير الري والموارد الاسبق الدكتور محمد نصر علام. سياده الوزير اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا مساء الخير. ربنا يخليك يا سياده الوزير. الزياره مهمه جدا جدا الحقيقه، وفيما يبدو ان بدا مصر والسودان تتعامل كطرف واحد في مواجهه التعنت الاثيوبي. ليس هذا فحسب، ولكن مصر واثيوبيا والسودان بيطرحوا بدائل امام العالم كله، لان الدولتان يجنحا للسلام في مواجهه التعنت الاثيوبي. فماذا ترى في زياره الرئيس اليوم الى الخرطوم؟ لا، اولا ان مصر والسودان جنحا للسلام يعني خلال 11 سنه السابقه بالكامل يعني، وبذل كل الجهد وكل الصبر. والتعنت الحقيقه من طرف واحد اللي هو التعنت الاثيوبي، وكان طريق اثيوبيا للاسف الشديد رغم ان هو واضح للجميع ولكن لم نلتفت لحله، هو التفرقه ما بين مصر والسودان. الامر ده واضح خلال التاريخ كله، ان اذا كانت في قضايا حوض النيل ومصر والسودان فيها، الحل الوحيد للتغلب على الدولتين هو التفرقه بينهم. اذا اجتمعت الدولتان على كلمه واحده من الصعب جدا الحصول منهم على اي مكاسب يعني. طبعا. فالحقيقه الجانب السوداني وخاصه بعد الثوره السودانيه، والجانب المصري حرص بشده خلال العام الماضي بالكامل على تنقيه الاجواء وعلى العوده الحميده الى توحيد وجهات النظر في القضايا الدوليه والاقليميه، وفي نفس الوقت كيفيه التئام بعض الجروح التي كانت موجوده بيننا. وفي الاخر تترجم ده كله الحقيقه الى الزياره الاخيره للسيد الرئيس. وانا الحقيقه مش عارف اقول لك قد ايه انا النهارده سعيد بهذه الزياره بشكل كبير جدا، واول مره من 11 سنه ابقى مطمئن اطمئنان كامل ان اثيوبيا لن تستطيع اضرار مصر او السودان. يعني النهارده ورغم ما فيش حلول لسه، انما مجرد اجتماع الرئيس مع الجانب السوداني في محبه وفي وضوح وفي رؤيه، حصل عندي اطمئنان يعني يقرب من 90% ان مشكله سد النهضه في طريقها للحل، واللي هيسعى لهذا الحل ليس مصر والسودان بقدر ما سوف اثيوبيا تسعى اليه هي وبعض القوى الدوليه المؤيده له. شاكر فضل. اتفضل يا فندم لو عند اي اضافه تاني. بتقول لي كلام من زمان قوي ما سمعتوش من حضرتك بهذا التفاؤل وبهذا اليقين يعني، فانا الحقيقه انت عامل لي طاقه ايجابيه، لو في اي اضافه تانية يا ريت. الاضافه الحقيقه ان مصر والسودان قوه كبيره جدا في العالم العربي. مصر والسودان الحقيقه بيمثلوا من بدايه العالم العربي في افريقيا للعمق الافريقي امتدادهم الجغرافي خطير جدا، ويشمل مساحه مليئه بالتحديات. مصر والسودان في بينهم مصالح مشتركه عاليه جدا جدا، لو بنينا عليها هنحقق نتائج ايجابيه بشده. وتاكد سيد بيه وانا متاكد منها على يقين ان مجرد هذه الزياره بتاعت الرئيس النهارده الى السودان ارتعدت لها فرائد دول عديده في الاقليم وخارج الاقليم. فاتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق لمصر والسودان يا رب فيما تبقى من مسار مشيئه الرحمن. المحترم السياسي الكبير سيادة الوزير محمد نصر علام وزير الري والموارد الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا. مع أيضا المحترمة الدكتورة نجلاء مرعي.